تحرك شويه وتدفع بيدك، هاو تحل الباب اخوتي، هاو تحل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اخوتي السلام عليكم، حبيت نوجه معلومه خفيفه لخاوتي على هذا الباب. هذا الباب هذا اللي تشوفوا فيه اللي نعيطوا له احنا طلق اطراك، هو البلدان الكل يخدموه، واش هو راح فينا نعيطوا له طلق اطراك ما يهمش، حاجه دي ما تهمش. الحاجه اللي تهمنا اللي هي نوجه نداء خفيف لخاوتي على الناس اللي قاعدين يغلطوا في واحد الغلطه، كيما نقولوا سيبوزون ساكن في ابارتومون ومركب باب كيما هذا اللي تشوفوا فيه، موديل هذا ولا موديل يشبهه، دي فوا يخرج من دار ويتقفل عليه الباب والباب المفتاح يبعد الداخل، وش يولي يدير المسكين، يولي يعيط الناس اروحوا شوفوا لي، اروحوا عملوا لي، اروحوا حلوا لي، اروحوا، وكل واحد وش يدبر عليه، واحد يكسر ولا سيرير، واحد يقول له عيط لي بومبي، واحد يقول له ديرك، واحد هو تبقى غيبت له. مالا ايها الاخوه الكرام، هذا الباب اللي راكم تشوفوا فيه يتحل بطريقه سهله جدا، طريقه عبقريه باداه بسيطه اللي هي عندنا لاكارت بروفيسيونال. ها هي، ما كانش واحد ما عندوش كارت بروفيسيونال ولا لاكارت مانيتيك، هاي لاكارت مانيتيك اللي يخلصوا بها الناس، ولا لاكارت تشيفا اللي عنده كارت تشيفا. هادو ثلاثه حوايج هذوما، واحده منهم تحل الباب هذا بطريقه سهله. لاحظ معي جيدا، هاي اخوتي، هاي لاكارت هادي مانيتيك، هادي واش نديرو لها، ندخلها لهنا هكا، نحركها شوية، تحرك شوية وتدفع بيدك، هاو تحل الباب اخوتي، هاو تحل الباب، لأن لاكارت هادي تدز لسان هذا يخش لداخل، هذا لسان هاهو، هذا لسان دز يخش لداخل لهنا كيما هاك، هاك تدخلها هي باش دير دز لسان يولي يتحل الباب. وبارطاجيو قدر المستطاع، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.